هذا هو حال مصلحة الاستعجالات بمستشفى محمد بوظياف بالمدية. ضغط كبير ومساحة لا تكفي حتى لقاعات الانتظار، خاصة وأن هذه المصلحة تستقبل أكثر من 500 مريض يوميا من داخل الولاية وحتى من خارجها. مستشفى محمد بوظياف بالمدية يستقبل حوالي 500 مريض يوميا، مما سبب اكتظاظ كبير بالمستشفى نظرا لصغر المصلحة، مصلحة الاستعجالات صغرها، وكذلك مصلحة الأشعة والسكانير كانت بعيدة علينا، يعني كنا نعانيو في النقل المرضى باش يدير سكانير ولا يدير راديو لازم ديبلاسيو. كيما على بالكم لوبيتال تاع المدية ما يخدمش غير معنا غير مع لا ريجيون هذه، مي افيك توت لا ولاية اي اون بليس لي ولاية voisine. Le problème, oui, c'est qu'on a toujours la charge. On est toujours sous pression. Même l'espace, c'est pas vraiment très espacé. Parfois, on a besoin, même on ne trouve pas où mettre le malade. Le مستشفى تاعنا راهي تستقطب البلديات ويجوا من خارج الولاية. لا شارج تاع الخدمة تاع الفرم اللي ما يخدمش علاش، الطبيب ما يخدمش علاش، بويسك علاه. وإلى قوين يكون عنده ضغوطات من جانب ما كانش يعني سباس. 11 مليار سنتيم هو ما خصص لتوسيع وتهيئة وتجهيز مصلحة جديدة تعد الأكبر جهويا بجهاز سكانير، إضافة إلى خلق 3 مصالح أخرى مجهزة بمخابر لتحاليل وأجهزة أشعة كل حسب اختصاصها. نزف بشرى لمواطنينا الكرام بلي ان هناك عمليه استثماريه عموميه موضوعها توسيع وتهيئه وتجهيز مصلحه الاستعجالات بالمؤسسه الاستشفائيه بالمدية. كذلك تجدر الاشاره بان هذه المصلحه ستمكننا من توطين او تنصيب جهاز سكانير جديد، مصلحه الاستعجالات الطبيه، مصلحه الاستعجالات الجراحيه. تسليم مصلحه الاستعجالات في الايام القادمه بمقاييس تواكب الكثافه السكانيه وتسليم مشروع مركز السرطان قريبا سيقلص حتما مشقه تنقل المرضى بين المستشفيات.